أتى رمضان للأكوان بشرى، فطوبى إن صبرنا اليوم أجرى. فهيا ننفض الأحزان هيا، ونبدي رغم هذا الكرب بشرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصبر مقام عظيم من مقامات هذا الدين، لذلك ورد الحظ عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ووردت النصوص مبينة لفضله وأهميته في حياة الإنسان وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى. ومن أنواع الصبر الصبر على المصيبة. قد تنزل المصائب على العبد، فقدان حبيب، إصابة بمرض، ابتلاء بنوع من أنواع الأشياء التي تصيب الإنسان ويكره نزولها عليه، كيف يتعامل معها الإنسان؟ الإنسان يستطيع أن يتعامل مع هذه الابتلاءات بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. ومن مقتضيات الإيمان أن يسلم الإنسان لله تبارك وتعالى فيما قضى وقدر، ويستطيع الإنسان أن ينجح في هذا الاختبار، اختبار الابتلاء، اختبار نزول المصائب، بأن يتذكر ما أعده الله تعالى للصابرين، وبأن يدرك أن هذه الحياة لا تصفو لأحد، والابتلاء حقيقة من حقائقها. إذا أردت أن تعرف هذه الحياة فقل بأنه يوجد فيها ابتلاء حتى تمايز بينها وبين الدار الآخرة. وكذلك مما يعين الإنسان ومما يدفعه للصبر وللنجاح في هذه الابتلاءات والاختبارات أن يتذكر مواقف الصالحين وكيف أنهم استطاعوا أن يصبروا في مواقف شتى. ولكي أعمق هذه الفكرة أذكر قصتين. القصة الأولى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى. كان للشيخ ابنا اسمه عبد الله، والشيخ ذهب إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة في شهر رمضان في عام 1412 للهجرة. بعد أن أدى العمرة بلغه الخبر، مفاده أن سائق السيارة الذي كان يعمل مع الشيخ، كان عامل وافد يقود سيارة الشيخ، لم ينتبه فعاد بالسيارة ودهس ابن الشيخ، فكانت هذه الحادثة سببا لوفاة ابن الشيخ اسمه عبد الله. أخبر الشيخ فاسترجع وحوقل وسألهم عن السائق، فقيل له بأنه كإجراء معتاد تم حبسه، يعني زج به في السجن كإجراء احترازي أو إجراء هكذا معمول به. فقال الشيخ أخرجوه، أنه لم يتعمد هذا الأمر. نتأمل هذا الموقف نجد عدة دروس يستفيد منها الإنسان. الأمر الأول أهمية الاسترجاع والحوقلة. الأمر الثاني أهمية الاتزان والصبر في التعامل مع المواقف. الأمر الثالث أن الإنسان ينبغي أن يجعل من الابتلاء مفتاحا يتقرب به إلى الله. العلماء يذكرون من ثمار الابتلاء أنه يفتح لك أبواب للعبادات. هذا هو الموقف الأول. أما الموقف الثاني فقصة أم عقيل، حكاها لنا الأصمعي. يقول كنت أنا وصاحب لي في البادية نمشي، وضللنا الطريق، وإذا بجانب الطريق خيمة لامرأة، فاستأذننا منها فقالت من ما بكم، ما الذي جاء بكم؟ قالوا ضللنا الطريق فأنسنا بك، أنسنا بهذه الخيمة بهذا المكان. فدفعت إليهم مسحا فراشا ليقعدوا عليه، فقعدوا عليه وإذا بها تنتظر وكأنها تترقب، وجاء بعير وعليه راكب. فلما نظرت قالت أما البعير فهو بعير ابني، أما الراكب فليس هو، ليس هذا هو الراكب الذي كنت أنتظره. فلما اقترب منهم قال يا أم عقيل آجرك الله في مصيبتك. قالت وما ذاك؟ قال له مات ابنك عقيل. قالت وما سبب موته؟ قال ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. فقالت له انزل
وقم بذمة القوم أو بذمام القوم، أكرم الضيوف، أكرم الذين نزلوا بنا. فرفعت إليهم كبشا، يقول فقام بواجب ذلك الشخص، قام ونحن نتعجب من صبرها. فلما قامت بواجب الضيافة وهي على هذه الحالة سألت، قالت أفيكم من يحفظ شيئا من كتاب الله وعزي به نفسي في عقيل؟ فقال لها الأصمعي، يقول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت لهم الله، تستفهم الله، قال ذلك في كتابه؟ فقامت وصلت ورفعت يدها وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم قالت صبر جميل، ورددت عبارات ملؤها الأنس بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قالت اللهم إني قد فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني به، وجاءت بمجموعة من العبارات ملؤها الرضا والتسليم عند نزول المصائب. الابتلاء يختبر تسليم الإنسان ورضاه بما يقضي الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر عند نزول المحن والشدائد.